السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. أنا صار مصعد، اليوم استطعنا نتعلم السلسلة عن نظام لينكس في الحلقة 38 بعض المفاهيم الجديدة وبعض الرموز الجديدة التي سوف نقوم بالتطبيق على فور الشرقية أو فور لوب. أعطى الرمز الذي قمنا بإنشائه في الحلقة 37 لدينا ملاحظة عليه. هنا قمنا بإنشاء الفار إن سلاش هوم. سلاش هوم لا يقوم في فرصة الهوم أو لا يقوم بإخراج الناتج لسلاش هوم، يقوم بإخراج الناتج فقط لسلاش الديسكتوب لأن هذا هو المسار الحالي. كما تشاهدون الآن فقط قام في طباعة سلاش هوم. الآن لنرى مخرجات السلاش هوم. كما تشاهدون أسماء اليوزر لمخرجات سلاش هوم. الآن نرغب في ايضا نتعلم شيء ثاني في طباعة التلتا. تعلمنا التلتا هي سلاش هوم سلاش يوزر كما تشاهدون الان. ايضا كما تشاهدون التلتا يقوم في طباعة البار سلاش هوم سلاش اليوزر. الان قبل ان نبدأ في هذه حلقتنا ورموز هذه حلقتنا في 38 احب ان ابدأ في مقدمة قصيرة تقول اعرف نفسك وتميز عن الاخرين. الآن نبدأ. أولا نقوم في توضيح الأمر، نقوم في كتابة direction أو الحرف هو direction الاتجاه أو المسار أو الحرف يكون كبير، وبعدين نقوم بإضافة النقطتين ليس الفاصلة المنقوطة، نقوم بإضافة النقطتين وبعد الفار. الآن لنشاهد ما هو الناتج. الآن كل خطوة نقوم في تغييران لنشاهد الناتج يكون أفضل. الآن يقوم في طباعة درجة، نرغب في طباعة المسار الحالي. كيف نقوم في إضافة PWD؟ أولا هنا للملاحظة PWD تقوم في طباعة المسار الحالي سلاش هوم سلاش يوزر سلاش سطح المكتب أو ديسكتوب. الآن نقوم بحفظه، ما رأيكم؟ هل ينجح أو يفشل الأمر؟ لنقوم بالتجربة، لا نخسر شيء. الآن كما تشاهدون قمت بطباعة direction أو الاتجاه PWD. لا أفهم ما هي PWD. نرغب في تطبيق الأمر، نقوم بإضافة باكورد في المقدمة ونشاهد الآن. الآن أيضا خطأ، لماذا؟ لأن الباكورد مفردة، أي يجب إغلاقها باكورد، أي بادئ باكورد وإغلاق الباكورد. الآن نقوم بحفظه. الآن كما تشاهدون قام نجح الأمر معنا. direction slash home slash سلمسعد slash desktop أو سطح المكتب. الآن بعد هذا نتأكد، الآن نذهب إلى CD لنشاهد مع الملفات التي لدينا ls. هنا لدينا ملف يام، نذهب إلى CD وبعد lfactor نذهب إلى اليامز، هذا هو المجلد. انتر. الآن ذهبنا إليه لنتأكد PWD. الآن كما تشاهدون سلاش هوم اسم اليوزر سطح المكتب والمجلد. الآن نقوم في تطبيق الملف، هل رأيكم إيش يعمل الملف لدينا؟ أصبح باللون الأحمر، أي فشل الأمر. لماذا؟ لأن الملف أو الشيل أو ملف الشيل ليس متواجد في اليوزر بل هو متواجد في الديسكتوب. فكيف تقوم في تطبيقه؟ أولا SH التي تدل على الشيل، نتعلم what is SH. كما تشاهدون command interpreter أي شيل أو مفسر الأوامر أو مفسر النصوص كما ترى. قم بترجمته الآن. أيضا خطأ، لماذا؟ عندما نقوم في عمل SH اسم الملف مباشرة .sh هنا يقول cannot open، لا يستطيع فتحه. لماذا لا يوجد الملف في مجلد clears؟ فإنه يحتاج المسار للمجلد. فنقوم في عمل sh وبعد slash desktop slash file.sh. الآن أيضا خطأ، لماذا؟ فأين يوجد الديسكتوب والملف؟ أي قم في تحديد المسار بشكل كامل. نقوم بعمل sh وثم تبدأ و desktop تدل على الهوم سلاش سلمسعد desktop fair.sh. هنا قامت بتطبيقه وطباعة الدايركشن الحالي كما تشاهدون، وأيضا قامت بإخراج نتائج المجلد يانس. كيف
لنتأكد نقوم بعمل FS ونشاهد الناتج. كما تشاهدون في الأول لدينا 2021 و500. الآن نشاهد كما تشاهدون 2021 و500. الآن نعود إلى home/home لنرى الناتج. هنا LS. الآن كما تشاهدون هذه أسماء اليوزر أو المستخدمين، ونقوم بتطبيق الملف هنا لنحاول هل نستطيع من تطبيق الملف بشكل مباشر من دون SH، أي نقوم بكتابة home/sern/ اسم اليوزر description. الآن نقوم بعمل إنتر. الآن كما تشاهدون أيضا نستطيع هكذا نقوم بتطبيق، ولكن من الأفضل والأسهل عليكم تقوم بكتابة SH تلتا ديسكتوب فايل، لأن التلتا تدل على هوم وسر مساعد. الآن أي اسم اليوزر. كما تشاهدون أيضا قام بإخراج الناتج الهوم، لأن ال PWD تقوم في إخراج الناتج أين نتواجه نحن. بعد أن قمنا في عمل هذه نقوم في حفظ إلى ملف، مثلا نقوم في تسمية FRT text. كما تشاهدون هذا الملف هنا واضح ولا يوجد أي مصدر، لننتقل إلى الديسكتوب ليكون أفضل ويكون أسهل لنا. نقوم بالنقل ديسكتوب. الآن لماذا خطأ؟ لأننا نحن متواجدون في والهوم لا يحتوي على الديسكتوب، يحتوي على أسماء اليوزر. ننتقل إلى سيرمسات وثم cd هنا ديسكتوب، أي داخل سيرمسات أو اسم اليوزر يوجد السطح المكتب لأن قمنا بإنشائه. الآن نقوم في تطبيقه ونقوم في طباعته إلى ملف ffr.txt، وبعد حفظ الآن هنا نقوم في تطبيق الملف مباشرة. نستطيع من تطبيقه مباشرة فقط عبر النقطة. لماذا؟ لأن نحن متواجدون الآن في /home/sern/desktop، فالنقطة تدل عن ما سبق. الآن قام في تطبيق ولكن لم يقم في طباعته. لماذا؟ لأنه انتقل إلى الملف. الآن بعد الرفرش أو إعادة الملف كما تشاهدون هذه محتويات الملف. الآن قام في طباعة محتويات الملف. نحول شيء آخر ونعود لكم في الفيديو إن شاء الله. السلام عليكم، عدنا لكم في الفيديو. بعد أن قمنا في تطبيق الـ PWD هنا للطبع الـ Direction أولا، لنشاهد الطبع بدون الـ PWD. هنا عندما نقوم بحفظ الملف هنا الآن طبيعي لأي شخص يواجه المشكلة هنا يكون المسار لا يعلم أين هو أو لا أعلم ما هذا. هذا علمت إنه NMAP برنامج وعربت هذه الديسكتوب والملفات إلى آخره، ولكن لم أعلم ما هو الملف والمجلد والبرنامج. لا تهتم إلى كلمة الديسكتوب. الآن كل شيء نستطيع حله عبر التجارب. نقوم في عمل أولا PWD، وضع باربورد PWD، وثم هنا لطباعة الدايركشن أو الاتجاه أو المسار. نقوم في تطبيقه. الآن كما تشاهدون هنا قمت بطباعة المسار، وهنا نرى في معرفة الصلاحيات وهل هذا مجلد أو ملف وإلى آخره. نقوم في عمل ls-l كما تعلمنا في الحلقات السابقة، وحفظ ونقوم في تطبيق أولا. نقوم في مسح النص من هذا الملف وحفظه. الآن نقوم في تطبيقه. الآن كما تشاهدون هنا الصلاحيات علمنا بأن هذا الملف واسم اليوزر واسم الجروب وبأن هذا مجلد كما تعلمنا، وثم لدينا هذا هو البرنامج
ديسكتوب لديه صلاحية التنفيذ، أي نقوم في التشغيل مباشرة نستطيع، ونرى هل لدينا شورتكات، ليس لدينا، وهكذا، وهذه أحجام، ونرى من قراءته بشكل هيومن، أي لا أعلم ما هذه 4000 ماذا، و104 ماذا تدل، وإلى آخره. الآن نقوم بمسح هذه الصورة. نقوم هنا بحذفه. الآن نقوم بإنشاء أولاً الصلاحيات لدي الإج أو للقراءة الهيومن، وهنا لكي نعلم الفرق نقوم بإضافة مثلاً بارزة وبارزة مثلاً وبعد سبيس. يقوم بإضافة الفارسة قبل الملف. الآن كما تشاهدون هنا قامت في تبعتهم. الآن هذا هو المسار والتوتال. هنا 1.2 ليس مليون ولكن ميجا بايت. هنا ال RW تعلمنا هذا هو ملف، واسم الصلاحيات، اسم المستخدم والجروب، وايضا الاحجم والوقت واسماء الملفات كما تشاهدون 1.7 جيجا بايت والى اخره. هنا 310 بايت وهكذا. لمعرفة الملفات المخفية ايضا نستطيع من اضافة LAL هنا، نقوم بحذفه. أعتذر، هذه الحلقة فقط سوف تكون مقبولة لأننا سوف نقوم بتجربة أشياء أخرى إن شاء الله تكون واضحة لكم وتستفادون. هنا الملفات المخفية كما تشاهدون، هذا هو الملف المخفي، يبدأ في دوت، وهذا هو مجلد مخفي أيضا يبدأ في دبل دوت، وهنا أيضا لدينا ملف مخفي، هنا ملف، هنا مجلد، وهنا أيضا مجلد، وهنا هنا الملفات ليس مخفية. الملفات المخفية تبدأ في دوت. لترتيب الملفات حسب الوقت نقوم بإضافة التي فقط. هنا نقوم بعفية، أي ترتيب حسب الوقت الأحداث. الآن نقوم بتطبيقه. الآن كما تشاهدون قام في طبع جميع كل شيء، كل شيء ما تشاهدون الآن، وقام بترتيبهم حسب الوقت الأحداث في الأغلب، ونلقاكم في فيديو جديد إن شاء الله. قبل أن ننهي الفيديو أحب أن أخبركم شيء في الآخر، جرب وجرب وقم بنشر تجاربك لكي تثبت إنك لديك فكرة مختلفة وممارسة أكثر. ومع السلامة يا طالب المستقبل، نلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله.